السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي. اليوم أصدقائي جبت لكم طريقة كيفاش أنكم تيليشارجيو فيديوهات ستوريات على الانستغرام بالصوت والصورة بطريقة جيدة أصدقائي. مهم الإخوان، أول حاجة الإخوان كتجي بحال هذا الستوري ديالي كما كتشوفوا معايا. أنا غادي نمشي للفيديو لأن بزاف الناس كيعانيو من الفيديو بلا صوت، كي اونغوجيستريو بلا صوت، ما كيبغيش انهم يتيليشارجي لهم بالصوت والصوره، كيتيليشارجي لهم بالصوره اصدقائي. المهم الطريقه كيفاش انك تيليشارجي هذا الفيديو بالصوت والصوره اصدقائي بسيطه جدا الاخوان. اول حاجه هذا هو الستور اللي غنتيليشارجيه، غنجي لثلاثه النقيطات اللي في الاعلى، هما الخوت انا قلبتهم باللغه العربيه باش يفهموا جميع الاصدقاء. هنا غادي ندير كوبي الرمز الكو ار، هو هذا الاخوان، غنكليكي عليه، غنجي غندير نسخ الرابط على الشكل. المهم الاخوان الطريقه راه اي صفحه تقدروا انكم عجبكم شي ستوري وبغيتو تهزوه من عند داك الشخص راه بهذه الطريقه الاخوان. غنجي لجوجل كروم، غادي ندخلو لهذا الموقع كما كتشوفوا معايا فاستيديل، هذا الموقع غندخلو ليه. غنجي لهنا هذاك اللين اللي انا نسختو، غنجي غنكتبوه هنايا كما تشوفوا معايا اخوان. غنتسنى هذا الشيء، غنجي غنكتبوه هنا، غندير سيرش، نتسنى واحد شويه بما طلعوا ليا ستوريات، نتسنى هذا الشيء. نتسنى بما طلع ستوري، كما تشوفوا الاخوان انا كوبيت ليا، غندير تيلي شارجي، غنتسنى بهذا الشيء. كما كتشوفوا معايا هذو الستوريات اللي عندي انايا، بغيت تيلي شارجي التصويره، غير بغيت انني تيلي شارجي هذا الفيديو الاخوان، غنجي غندير تيلي شارجي اشكال الاخوان. هذا هو الفيديو كما كتشوفوا معايا، هذا هو الفيديو اللي بغيت انني تيلي شارجي. صافي كيتيليشارج الفيديو الخوت بطريقه بسيطه وسهله جدا الاخوان. المهم الخوت انا نمشي لبلاصه الصور كما كتشوفوا الاخوان، هذا هو الفيديو اللي تيليشارجينا الاخوان، هو هذا هو تيليشارج الاخوان. المهم الاخوان طريقه تحميل ستوريات بالصوت والصوره على هذا الشكل الاخوان. لاجيكم الفيديو ما تنساوش انكم ديروا واحد سبسكرايب ابوناو الاخوان، وما تنساوش الاخوان تزوروني في الصفحه ديالي على الانستغرام الاخوان، وان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله.